بالتأكيد أنه مثل هذه الاتفاقية مع الكيان الصهيوني المجرم الذي لا يحترم أي اتفاقية دولية، ووجوده بالنسبة لنا وجود غير شرعي، وبالتالي أي اتفاقية مع كيان غير شرعي هي اتفاقية غير شرعية. نحن نرفض أن يرتهن طاقة المواطن الأردني أو أي مصدر مصادر الطاقة للشعب الأردني بيد الكيان الصهيوني. هذا فيه إملاء سياسي واقتصادي على المواطن الأردني مسبق. نحن نرفض هذه الصفقة كنقابيين وكناشطين في مؤسسات المجتمع المدني وكأحزاب، ونعتقد أن على الحكومة الأردنية أن تتراجع فورا عن مثل هذه الصفقة، لأنها صفقة عار، وهي بالتالي بجميع أشكالها وصورها ستكون وأثرها ستكون سلبية على المجتمع الأردني وعلى صورتنا أمام الوطن العربي الكبير وأمام مواطنينا. اتفاقية الغاز مع إسرائيل هي عبارة عن تطبيع ومرفوضة قلبا وقالبا من كافة الشعب الأردني بكافة أطيافه. هاي اتفاقية مذلة، يكفي أنهم سرقوا أراضينا كمان، يتحكموا في قوتنا اليومي، لأنه هذا الغاز فقط الاستعمال المنزلي على سبيل المثال، وليس الاستعمال الصناعي حتى يتحكم في قوت البلاد. يكفي أنهم سرقوا هذه الأراضي ويسرقوا الثروات ويبيعون إياها. طبعا يعني مرفوض، يعني هذا تطبيع وغير مقبول. يعني العدو الإسرائيلي أو الصهيوني بالأحرى يعني سيبقى عدوا من عام 1948 حتى حرب التحرير إن شاء الله تعالى. تشكل طعنة لكل المطالب الشعبية التي تطالب بقطع كل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد السفير الصهيوني من عمان. هذا المطلب الشعبي الذي يجري التأكيد عليه في كل يوم، لأن وجود سفارة للكيان الصهيوني على الأراضي الأردنية يتعارض مع المصالح الوطنية العليا، لأن هذا الكيان هو كيان قاتل، كيان غاصب، كيان مجرم. اللغة الوحيدة التي يفهمها بالتعامل هي لغة المقاومة. هذا موقف نعبر عنه كحزب، وعبر عنه برأيي حتى على المستوى الشخصي، بأنه لا مصلحة إطلاقا، لا مصلحة وطنية تقتضي أن يتم توقيع أي اتفاقية مع هذا الكيان المجرم، لأنه لا يمكن أن تكون هناك نتائج تترتب عن هذه المعاهدة، معاهدة وادي عربة، تفرض على الأردن أن يتم مصادرة قراره بالالتحاق بمعاهدات واتفاقيات من هذا النوع. بالنسبة للاتفاقية مع إسرائيل مع عدو صهيوني، حتى لو كان لنا حاجة ما بنقبل أي شيء، عدا أنه هذا الغاز هو مسروق من دم الشعب العربي الفلسطيني الإسلامي، فبالتالي احنا نرفض اي تعاون مع العدو الصهيوني. لذلك احنا نرفض هذه الاتفاقية وندعو الحكومة والنواب على رفضها وانهاء هذا العقد، يعني الذي نعتبره لا يضر الا بالمصالح العربية والإسلامية.